ازيكو؟ النهاردة هنفتح عروسة جديدة من اصدارات نانا سوربرايز. الاصدار ده مختلف عن اللي انا فتحته، ايوه، المرة اللي فاتت. ان هو جليتري، اصدار جليتري. تعالوا بقى نشوف من جوه هتبقى عاملة ازاي. من هنا نفتح، زي ما انتوا شايفين ده الكيس من جوه. الكيس جليتري، في فتحة من فوق هنعدي فيها شريمون عشان نفتحه. كده حطيت الشريمون من هنا وهبدأ انفخ. ياي، اتفتح، محطوط فيه طبعا. ده سر اسمها ان هي نانا سوربرايز، عشان هي اولا اللعبة جوه بتبقى مفاجأة، ثانيا الايه كأنه زي الهدية من جوه. هنطلع بقى الهدايا اللي جوه. يا ترى ايه ده؟ البروتشور بتاع الاصدار عشان نشوف كل الشخصيات. هفتحها لكم دلوقتي. وده يا فريدة، بنجوي بصي بنجوي بنجوي. طلع بقى المفاجآت اللي جوه. ياي، اقراكو. تقريبا باروت، بغبغان، باروت. هوريكم بقى في اشكال. افتحه من جوه، انا بحب دي قوي اصلا، باخدها استخدمها او احفظ فيها العروسه الاثنين، بحبها قوي يعني. نفتح بقى العروسه. ياي، العروسه معانا هي بايرت. العرايس طبعا بتاعت نانا. هلو. هي سوفت قماش، بس جسم يعني كأن جسم بلاستيك او رابر متغطي بقماش. والوش برضو كده شعر حقيقي، لبس المنديل بتاع القرصان. ورجلها كأنها خشب، اساس قرصانة بقى وكده. وتعال بقى نشوف اللبس التاني ايه من جوه. عايزه اقول لكم بنتي مبهوره بيها جدا. قبعه القرصان تحفه، واو واو. ده وتلبس بقى القبعه، نلبسها بس نفتح الباقي. خرجت البوتس، البوتس بتاعتها جميله قوي بكعب وشكلها حلو قوي. وده الفستان، التفاصيل بتاعته حلوه قوي، حزام جلد، رباط وشغل هنا، والكمام نازله، وده زي السديدي كده. اوريها لكم من ورا اهو. تحفه. ثانيه بقى البسها لكم كله واوريكم المنظر. اهي لابسه البرنيطه، وباين برضو الكفر بتاع شعرها من فوق. لبسه البوتس، الفستان، ده شكلها من ورا. جميلة جدا، حلوة قوي. هاي ليجر. هاي، يلا باي باي.